اشترك في القناة، اشترك حتى تصلك الدروس الجديدة القادمة، وفعلوا الجرس حتى يصلكم إشعار الفيديو. أما إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب، وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار علقوا تحت القناة. Herkese merhaba. Türkçe öğrenmeye hoş geldiniz. مرحبا بالجميع، أهلا بكم لتعلم اللغة التركية. وإن شاء الله درس اليوم راح نتكلموا عن الأمر وتصريفه مع كافة الضمائر. أول شيء عندنا الضمائر الشخصية. أنا بالنسبة للأمر عندنا نؤمر الضمير المخاطب فقط اللي هو سان وسيز، أما بقية الضمائر راح نشرحها. راح نبدأ بالفعل جالمك. جالمك قلنا أول شيء يجب أن نفعله عند التصريف نحذف ماك، فيبقى جذر الفعل جال. هنا بالنسبة للأمر والضمير المخاطب سان، هنا فقط عليك حذف ماك أو الماك فيصبح أمر بالنسبة للضمير المخاطب سان. سان قال، سان أطور، سان جيت، سان أكو، سان تشك، سان ياز. إذن بالنسبة للضمير سان فقط عليك حذف الماك أو الماك. قلنا سان قال، هذه سهلة جدا، فقط عليك الماك أو الماك. سان قال. أما سيز نضع جذر الفعل اللي هو جين، إن إضافة إن. هنا بالنسبة للشخص اللي يكون مقابل لي ما هوش رسمي، يعني طبيب أو شخص كبير أو شخص نحترمه، بالنسبة للشخص اللي نتكلم معاه بصفة رسمية نقول له جيلينيز. سيز جيلينيز. أما الكلمة المتداولة بزاف في تركيا جيلين، سيز جيلين، أنتم تعالوا. أما بالنسبة لبان وبيز نقول اللي هو قال، عفوا قال، ولاحقة الأمر إيم قليم، بان قليم لآتي. نعرف شوية من قواعد اللغة العربية، يعرف أنه اللام هي لام الأمر لآتي، بان قليم. بيز جيليلم، قال جذر الفعل إلم، بيز جيليلم. فلنأتي لنأتي. نعيد الشرح مرة ثانية. هنا عندنا الفعل جالمك، عند التصريف قلنا نحذف ماك أو ماك على حسب. قال مع ضمير سان في الأمر دائما نحذف الماك أو الماك، رانا مصرفينه في الأمر، لا نضيف أي لاحقة. سان قال، جيت، باك، تشك، كل الأفعال تبقى كما يبقى جذر الفعل فقط، نحذف ماك أو ماك. هذه سهلة جدا. أما بالنسبة لسيز، سيز جيلين، نضيف إن. طبعا هذا الرباعي إي حرف صوتي على حسب جذر الفعل، أي حرف يكون يكمل به، حرف خفيف أو حرف ثقيل. هنا حرف خفيف
حرف خفيف، إذا وضعنا إي إن، وإذا كان حرف ثقيل نضع أ إن. بكن سيز بكن، أنتم انظروا. قلنا هنا جيلينيز، هنا بالنسبة لي الشخص اللي نحكو معاه بصفة رسمية. أو جن، أضفنا سين أو جالسين. أونلار جالسينلار. بان جيليم. فالآتي أضفنا إيم، إذا كان حرف ثقيل نضع أيم أيم. بيز جيليم، إذا كان حرف هو في الحرف الخفيف نضع إليم، إذا كان حرف ثقيل نضع ألم. راح نبسطلكم أكثر. هنا بالنسبة للأمر قلنا سان نحذف ماك أو ماك فقط، لا يوجد إضافات. أما بالنسبة لسيز هذه الإضافات الممكنة، سيز راح نضعها بلون مختلف. هذه الإضافات الممكنة، ممكن تسبب الحرف الصوتي اللي يكون في آخر جذر الفعل. هنا بالنسبة لي سيز ممكن تكون إن، وممكن تكون إن أو أون أو إن. هنا بالنسبة لي إذا كان جذر الفعل ينتهي بأ أو أ، قلنا نضيف أ، هذه هي إضافة بالنسبة لي إذا كان آخر حرف صوتي أ أو أ نضع أن. أما إذا كان أ أو إي نضع إي أي إن. أما إذا كان أو 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 نضع أو، إذا أون. أما إذا كان أ أو أ نضع أ، إذا أن. هذه هي الاحتمالات اللي ممكن تجي فيها عفوا إضافات الضمائر. مع أو ممكن تكون سن سين سون سن، ومع أونلار نغير اللون، ممكن أن تكون سنلار سينلار سونلار سنلار. مع بان أيم أو أيم، ومع بيس فقط تكون ألم أو إلم. إذا قلنا هذه هي الإضافات للضمائر الشخصية أو اللاحقة الشخصية اللي ممكن تكون في الضمائر.